بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين. أما بعد، الكلام على مستدرك الحاكم وصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. عندي برسو قصة درباري أمسك تيبا مستدرك حاكم صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان. مستدرك الحاكم هو كتاب ضخم من كتب الحديث، كتاب يجي كورية ضخمة، ذكر مؤلفه فيه الأحاديث الصحيحة التي على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما ولم يخرجاها. هرناي مستدرك يعني قصي استاذيكي مستدرك زورك لكتاب نوسينا لزانستي فرمودا تو بيش لبيش تو كتاب نسراو خاوني او كتابة بو اوي فرموديك بخاتنا او كتابة كي تنشرطي جي داناو صار نزام هندي فرمودك لسا او شرطانا نخصوتي ناو كتابة كيو بلان او خوناتي حار فرمودي لسا او شرطاني هلي داتنا او كتابة كيو تو نسيستكي دواي او مؤلفة دواي او مسرة او فرموداني لسا شرطي او بياون ني خصوتنا او كتابة كيو تو دي خيناو كتابة كي خوتا المهم ناوكي المستدرك على الصحيحين أو فرموداني لسر شرطي بخاري مسلم البيكو يا لسر شرطي يتيانو أو الروايات يعني كذو كما ذكر الأحاديث الصحيحة عنده وإن لم تكن على شرط واحد منهم هن يجاريش أو فرمودانا دهنك بلاي أو صحيحة بالس الشرط بخاري مسلم شنبه معبرا عنها بأنها صحيحة الإسناد لو اللي يضروا هو حديث صحيح الإسناد يزال يضروا هو حديث صحيح وهو حديث على شرط البخاري ولم يخرجه سر شرط البخاري وتخريجي نكرده أو اللي رواياتي نكرده وهو متساهل في التصحيح طبعا هو آسان كار للصحيح ده بس صحيح ده أنا زوفر مدد تصحيح دك تعالي أفر مدد ضعف في تيدا لوازة الله موتها بوشيك متساهل في التصحيح وعلماء فنون لا عبرة بتجميع ابن المنذر ولا بتوضيع ابن الجوزي ولا بتصحيح الحاكم لو سيب قمامة كاتي ابن المنذر دري إجماعي لسره كتبي شو مسيو بناي الإجماع ومسألة عنك علماء إجماعي لسره زور مسألة خلافية ابن المنذر الله قد أجمعوا عليه دو كابن الجوزي الله موضوع ابن الجوزي رحمة الله عليه وكتبيش داناوا الموضوعات فرمو ده موضوع فرمو دي هنا ناو صحيح المسلم ده موضوع زور زوبة فرمو ده الله موضوع سي تصحيح حاكم كحاكم فرمو ده الله صحيح أو توزي بدعي لابته فينبغي أن يتتبع ويحكم على أحاديثه بما يليق بحالها بويا دي بشوان فرمو ده كان بكينو حكمي أن دربها نبدأ براستيكي ولقد تتبعه الذهبي إمام الذهبي رحمة إخوالي به شن فرمو كان كوتوا وحكم على أكثر أحاديثه بما يليق بحالها درباري زوربي فرمو كان قصي كدو حكمي دربها داو ولا يزال الكتاب بحاجة إلى تتبع وعناية هيش تا أكتبا بيوستي بويك عناية وقرنجين بيه بدري زها ذهبي رحمة إخوالي اللي هم دجيب وخالفي حاكم لك ضلنا خير ليرني بيكا وحاكم فرمو ضعيف طبعاً تشكوي عند ذهبي هيش تعليق نحن أما تشيش دروس دكا بو دروس صحيحيني و تعليق نحن لا 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 هيد ندلا صحيح ندلا ضعيف فمكي وبوشي بتنش أما السكوت وعلامة الرضا قصية مشهورة بيدا قموني شعين راسي يا حاكم كوفر مداني هنا وهم يبلاو صحيح تشيش كوي زوركس واتي تقال لهر شوية الذهبي تعليق إلى ما نايوي بحكمك حاكم راسي صحيحة في المدر ويضلو أقره الذهبي ذهبي قراري كدو بلان براسي هو في ذلك الشك قمان دواي
زاري واهي الذهبي حكم نسان وفرمو كان حاكم لنا كزاري واهي بيدن دبيل السريب معنى يوني فرمو ذكي فلاو الصحيح سواء قير واهي وما ندر ذكي ذهبي متساهل كواني ذهبي محققي شزور قولي العلماء الحديث بوية مرزني هركا تماشا ما نكرت حاكم فرمو ديش روايات كرت ذهبي شي استعليقي لسلنا وني قطب ضعيفة ويجنا معنى يوني ولا ذهبي والصحيح بي والله أعلم. صحيح ابن حبان هذا الكتاب ترتيبه مخترع ترتيبي شيء رزبني فالمذكاني جوريل داهناني تداه فليس مرتبا على الأبواب لسر باب كان فقه نهينا طهارة وزا الصلاة وزا زكاة وزا صوم ولا على المسانيد المسند يجني يعني الصحابية كبيرة وفر مذاني لو رواية ذكرهم يباس بكا جوريل ترتيبي اجتهبته هي ولهذا اسماه التقاسيم والأنواع والكشف عن الحديث من كتاب هذا عسر جدا قران بدا دوزينوي فالمديق لنا وكتب لها زهر قرصا وقد رتبه يسمى فالمديق من البخاري أسانتا لسنون أبو داود أسانتا فالمديق درباري تيمو مبرو لك بال تيمو مو يمقرب وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب عند العلماء المتأخرين متأخرين علماء كونا كان مبسي أوي درنجا كان يعني واني لسادم إيمو نسيك على الأبواب لسر هنا وفرم ذكاني ابن حبان هنا فرم يبو زيان نكدو عليك كم كان بس غير شخص عمو فرم داني بيوليان بيك بابته وليك بابي دانا وهو ابن بلبان أو ابن بلبان نايش لنا هو الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان نايش لنا الإحسان في تقريب ابن حبان ومصنفه جاء ابن حبان مسري مكتبة مصنفك متساهل في الحكم على الحديث بالصحة متساهل آسان قال زود بالصحيحة لكنه أقل تساهلا من الحاكم والله ما شهد تساهل لكن ناقع في التساهل الحاكم صحيح ابن خزيمة جاء قدار بيبا بسمع الليرة باس كميه مكتبة كاين فالمدنية وإنما باسي شيء أكتبة لكن كشرط صحيان دانا إنه بس صحيح دادني أبو إلا باسي صحيح باسي وكتبانا لكن مثلا أبو باسي سنة أبي داود مانك كزوزور مشهور ترو أو لا ترى لا وأنه صحيح ابن حبان لبرئ أو الشرطة كده بس شرط الصحانين تعالى باسي شو كتبانا لكن كبلانا وبس أو كتبانا دخلنا وكتبا بس أوفرنا دخلنا وكتبا كصحيحة صحيح ابن خزيمة هو أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان بقرأ هني العلماء ابن خزيمة بطن رويت ومن بعد كان للصحة زوز أحمد فرمو ضل فرمو ده صحيحة بقرا بعض العلماء فرميانا لنا مكتوب حديث بدوي صحيح البخاري صحيح مسلم يكسن وري صحيح ابن خزيمة طبعا حقيقة الله أعلم أو سيزور إلى مجازفة يده بوجورني الله أعلم بو أو لا ترى صحيح ابن حبان بيستر لشدة تحريه تحريني بدوي لاشد قران زور ابن خزيمة زور بدوي شدادتي ودكارة حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسلام بريان لسه صحيحي فالمدينة لبر كمتين قصر مشتمر كلا إسناني فالمدى كدهابي المستخرجات على الصحيحين مؤنس مستدرك لك المستخرج تيكلمك زاني المستدرك تيك مستخرج لسه الصحيحين تيا موضوع المستخرج ضله هو أن يأتي المصنف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه علمي زناشي محدث دي صحيح بخاري ديني همو فرمو دكاني صحيح بخاري بس ندي خوي دجريته ببيعوي ببخاري ده بره ببيعوي ببخاري ده بره تمشاك اسبونه مولا بونه مولا مهندس داني من طلبي بخاري محمد ناوي كيلني وان من محمد ناوي كيلني وان من او محمد طلبي بخاري بو شيخي من بو يعني بخاري شيخ الشيخ كم واحد ابني باشا إسا بخاري فالموديل دجارته ضلع عبد الله كر يوسف فيه قوتي مالك فيه قوتي
نافع بيوتين عبد الله كرع عمر بيوتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو السنة دي بخاري إيه بخاري وفرمودي دعوة تشي شيخ كي من كطلبي أبو محمد محمد يشل كطلبي بخاري ده إيه سأقرا من بيه وفرمودي بجرمه وطلب محمد بيوتين بخاري بيوتين عبد الله دبي بالطريق البخاري ده بره ونيا أمستكم ده نامي بالطريق البخاري ده بره أو فرمودي ده جرمه وببيه وينه وبسيط السر محمد يكون إسماعيل بخاري ده المكاكة أو بخاري كأو فرمودي لعبد الله يكون يوسف تلميسي ولا جرته وا عبد الله يكون يوسف بس بخاري طلبي بوه نخير فلان إيش طلبي بوه إيه بعشرة من الطريق فلان ودي جرمه زاري ولا في اجتماع ما هو في شيخي زاري ولا الشيخ كذا كان هيك بخاري الله عبد الله يكون يوسف تلميسي بيوته أم ضلهم كعك فلان بيبودم عبد الله يكون يوسف تلميسي تيجي مهم يش للشيخ كي بخاري وجيش مو بخاري بس ضري ببخاري يعني رويشة نعم بخاري يا برو عندك ريح نجي يبنى فرش تجاوي بخاري دينه دكري للصحابة كبقينيك دكري مثلاً لخوارتر قرين قبل أبن ناقم بخاري لأن للشيخ كي بقمي يعني أو من فوقه يعني للسلوتر بقينه وياك هما نوفر مدين مهندس هما نوفر مدين باشا أشهر المستخرجات على الصحيحين مشهورين مستخرجات مثلاً المستخرج لأبي بكر الإسماعيلي على البخاري وأنا سر البخاري المستخرج لأبي عوانة الإسفرايني على مسلم المستخرج لأبي نعيم الأصبهاني أبو نعيم الأصبهاني هو أحمد بن عبد الله المهراني الأصبهاني طبراني صاحبي معجم أبو القاسم الطبراني شيخ أبوه لا صار تعصب الشص تعصب السي يجري وفاتي كله مستخرج إيه لسر صحيحين لسر هردو كان فالمدقان هردو كان ديني بماشي أبو ذري هرويش مستخرج إيه لسر هردو كان باشا هل التزم أصحاب المستخرجات فيها موافقة الصحيحين في الألفاظ إذا أمون قتم همان فرمودي البخاري لهنا بس أنا دي خوم دي جامعه بس مرجى اللفظي فرمودك لكن من همان لفظي فرمودك بلاي بخاري يك وششي لنا ببوشي جديك متنك لم يلتزم مصنفها موافقتهما في الألفاظ مرزني صاحبي مستخرج التزام بوك كفرمودك بهمان كلمة وبهمان لفظي صاحبي صحيح كصاحبي كتابك والجر بهن لك نقول بو لأنهم إنما يروون الألفاظ التي وصلتهم من طريق شيوخي كهك الشيخ كي من فرقية لقل طريقك البخاري أو فرمودي لو طريقة وتشون قيش وتأمل تبي أوهلنا وكتابك إداني موكو باراسني أمانة ونيا إذا شيء أو طريق عبد الله كروس في تنسي دو فنو دو طلبيها بقولهم يشان بخاري يشان أوي أمل لي إذا جرمه ده شيء أو طلبيها بعد يا وزي عندي لفظ اشتيش كم فرم دك بقيان يا تم يا من الناس هرمو هاي داني أقنا درو بدم أو دك أمل الطريقي فلان هو بيجرمه كتي لفظي بخاري ناو كتبه كدانيم بلا فلان شو هيقول يهو درو بدم يوم ونيا بويا مرزنيها همان لفظي ناو مستخرجك لفظي صحيحين نشبه ما ناك يكشتا وهم جريا بيكي وشي بدا قرب وشي شيكا بيوي معنى بقرر واضحة لذلك فقد حصل فيها تفاوت قليل في بعض الألفاظ وكذلك ما أخرجه المؤلفون القدامى في تصانيفهم المستقلة كالبياقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري أو رواه مسلم يعني جاري وانا ناو كتير فرمودي دبيني خارج بخاري مسلم بياقي فرمودي دبيني الله قد رواه البخاري مرزني بخاري عينا بو لفظ جرابيو بالضبط يا مسلم بو لفظ جرابيو فقد وقع في بعضه تفاوت في المعنى وفي الألفاظ زاري واهي للفظ زاري واهي ككم دراو لمعنى جرازي دروس دبي لمعنى فمراد من قولهم رواه البخاري ومسلم كما البخاري ومسلم روايات كله أنهم روايا أصله أصل فرمودك أبابة فرمودي لبخاري ومسلم داعي
باش كوابو هل يجوز أن ننقل منها حديثا ونعزوه إليهما؟ إذا أنت مثلا مستخرجي أبو نعيم أصفهاني بدأ استوى لسر بخاري مسلم تما شاب كان فرمد أوه فرمد بخاري جرايتي همانا فرمدين أنظم بخاري جرايتي عزو يعني بالدانا لا يشتك يعني ده شيء من فرمدين ناو مستخرجة كدر بينم عزوي كان بو بخاريش بيدا من بحال بخاريش لهم بخاري جرايتي بناء على ما تقدم فلا يجوز لشخص أن ينقل من المستخرجات أو الكتب المذكورة آنفا حديثا ويقول رواه البخاري ومسلم نابغة واضحة هيك إيش دي إلا بأحد أمرين مجر يك أن يقابل الحديث برواياتهما بتيس تما شاي صحيح بخاري شكا ببيني نا لو فالمدير لفظة كجوك ويك أو أختار تعالى رواه البخاري يا رواه المسلم لفظك مو عندي استمشاك فالمديك لمستخرج لسر صحيح بخاري بيني و نغم فرمو طبعا كتير مستخرج يعني مستخرج لسر بخاري بتنيا فرمودين تياك بخاري روايتك البنية باشا كور رقم هي اشتيا كم هي دم يستدل وفر مديكم وانا اخر كتير انت اذا قابل رواه ابو بكر الاسماعيلي في المستخرج على الصحيح يستون رواه البخاري يا ابو مجايزني شغله تجاوزين للفظ نيه وشيق نقول راوه ونيا اجي تشوف كم دبيت مقابله كم بصحيح البخاري او فرمودين ناو صحيح البخاري تولا لي رست ولا اقدر دي طبق الاصل هيك فرقيني ضمن رواه البخاري تيجي اشتي او حالتك او يقول صاحب المستخرج يا صاحب مستخرجك اخوي اول نقول كاتو بلا أخرجاه بلفظي أو له بهمان لفظ بخاري جرايو تيجي شي مهندس باش أو هو مسر إيش يبو مستخرج بو يعني بخاري مكنة بخاري صحيح نية با صحيحة مستخرج بو لسر دروس كم يعني تيجي من تصرق رقم لقل بخاري هي نابع بطريقي بخاري قبرة نابع بطريقي شو كذا برا علماء بو كتباني عن نسيوه فوائد المستخرجات على الصحيحين سودة كان ينتهي فوائد ينتهي للمستخرجات على الصحيحين فوائد كثيرة تقارب العشرة نزيج دس وديانين ذكرها السيوطي في تدريبه نفسي تدريب الرابية وإليك أهمها أوقرين ترينيا يكم علو الإسناد السندي من كصاحب مستخرجك بفرمودك عالي ترذب السندي عالي أولا صاحب قصك ونزيك ترمو شيد شارك كذني وان منو بيغمبر دايبي صلى الله عليه وسلم زيات الشرفي تلعبو من ياشش كسبي لني وان ما شارك كسبي بولون سندي عالي دو اي شرادي خيرين سندي عالي ونازلتي السندي برز بوع علماء وندين حزبي السندك من عالي تردب لان مصنف المستخرج لو روى حديثا من طريق البخاري لو انا دور تركيه تو لطريق البخاري لو وقع انزل من الطريق الذي رواه في المستخرج تم شاكر مهندس عبارتك سيوطي لتدريب الرأي زوج وعنا ظل مثاله أن أبا نعيم أبو نعيم أصفهاني وذو مستخرجه سرها دوجانونيا لو روى حديثا عن عبد الرزاق أقر بيه بس أنا دقات عبد الرزاق الصنعاني من طريق البخاري ومسلم بطريق بخاري ومسلم لري بخاري ومسلم مش بيوقات عبد الرزاق الصنعاني لم يصل إليه إلا بأربعة إذا أجر أبو نعيم بيه فرمودي شيء لعبد الرزاق وبجرته بري بخاري ومسلم دابر وتواركز ذكيه دنيوان أو عبد الرزاق الصنعاني ليه شو لقلب يا عمر صلى الله عليه وسلم سنكسر ذكيه جاء دوانا سيانا بلام أبو نعيم شيخ يشكيه ودوان أبو القاسم الطبراني أقل لغي الطبراني هو فرمود بجرة لغي الطبراني هو بيبقات عبد الرزاق رد يقاتي عن الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق فدو كزقيش لعبد الرزاق سندك عاي تربو ونيا كم
دوم ينظر الزيادة في قدر الصحيح صحيح تربو وذلك لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث زاري وياك استفادي ليه ذاكين التي قيشت لنا فرمودي الصحيحين ليه اللفظ جي زياتر هي كيارمتي ما ندى بو تيقيشني باشتر لصحيح هكا يعني إما ما نزايا وفرمودي بس بقول لفظة هي حسادرك بلفظ جي كشي بابتك بحت مقصة ما تلاقيسا بحت مقصة تداناك ونيا وشيء با ويني كغامض بيبقى سامل ليه الروم بوته زاري مين يك دك دكية في رج دكية جوان تدبي وانصح تدبي أصلا تدبي رواياتك القوة بكثرة الطرق طريقة كزيادة تدبي بخاري هاتشن زيرة بدي هاتشن بتوانا بي خوي كش كي طلبة كش بدي بدي بال لري ريش كش هو بجرد ريته وبهس تدبي ونيا بهس بخوي بلان بهس تري يقين باش ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان اما لناو بخاري ومسلم قرار لست فرمودين كصحيحة يعني او الله يطول مهندس بخاري ومسلم كي تشاو درك كي سرت البيدو بالك الصحيح تصوري شي ورديه مر بنا ان البخاري ومسلما لم يدخلا بكسريخا اكا لم يدخل في صحيحيهما إلا ما صح لما بيشتر قدمان قدمان بخاري ومسلم صحيحنا وبنا خصوتنا وبحش وأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول أمة أو كتاب دو كتابي قبول كتبو فما هي الأحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الأمة بالقبول يا ترى هموي والجواب والله ما كأوه أن ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته هل قصي كان هنا سند يان بوغد أو صحيح أكثر كذا سيبي غير حدثنا فلان أخبرنا عن 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 فلان صحيح وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر ويسمى المعلق أما معلقات يعني دعي بابتي معلق بدون رجل دخل بكرتي بكرتي اويا بخاري يا مسلم هندي بياولا بيش خوان لسا من الكلام بواضحي يعني وشتني بشارة مثلا بخاري الله قال عائشة يكسر يتأكيد سن بياجي لوني وانا لابد يوصل الله قال عائشة او معلق بيوان بو بيع معلق تقال اه شتك هل دواسي مهندس شتك هل دواسي بني بوش نابي لقل ارزي او بني بوش كلا وصل دايس انا لك بوش كلا وقال شتك هل واس رابي بالحال أما وهو في البخاري كثير بخاري زول أما ذكى لكنه في تراجم الأبواب ومقدماتها لسرتها مهندس كسر بابته دادني بزوري بيش ويبيته فرمودا مسنة لكان سنة لكان بلا طلع قال عائشة قال ابن مسعود قال عمر بن عبد العزيز قال عمر بن عبد العزيز بلا لا مسلم كم ترى أما لنا صلب أبواب لنا أصل بابته كان كفر مديد سبيكر معلقناه هنا بخاري أوش ناسين ويا أسانتر تكال الحمد لله أما مسلم حتي معلق لنا وكتيب خيدانا به إلا دوال زيك بس سنة ينايتي يكفر مدن به لا بس تيمم إيه باش ما كنت عامل قوم معلق قال نبكي بخاري قال العائشة فين تعامل قوم ضلي ألف فما كان منه بصيغة الجسم كبقطعي كبيقلعي روايتك كرت شون قال قتي أمر فرماني كرت ذكر باسي كرت أو صحيحة كبخاري ديارة أو سندي بلا صحيح بوا بوا بيا وقعي لا ده يكسر قتي طبعا عيسى دلالك قتي طبعا ني صحيح أما وما لم يكن فيه جزم أو بقطعي نيبرانوك ويروى دجير دريتوا يذكر باز ذكري يحكى روية ذكرى أو فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه أو مرزني بلاي بخاري والصحيح ومع ذلك فليس فيه حديث واهن واهي يعني زور لاوز سراي أو هيشتال ناويدا شتي زور لاوز اتدانيا
لإدخاله في الكتاب المسمى بالصحيح. شكرا أنا أكتب إشارة أنا ناوي الصحيح يعني أنا. كابو بخاري لو خلي نكر دواعي لا بكد بادرت ضعيفة بخاري لو خلي نكر وتبي قلت إشارة ده ضل ذوك يرى. تا سبحان الله ابن حجر كتب إشارة عن كيه لو باب التغليق والتعليق. داخلني باب التعليق. هرشك بمعلقيه هنا أنا أو لزيج كسرني كي بو بيدا كده دوزيوتي وبسنة ذي يعني. سبحان الله ابن حجر. صحيح يعني عجيبة كاتخوي شرح صحيح بخاري قلت ولا بالصلاة فتح الباري فتح الباري بالصلاة مسيو كطايك الدعوتي شخلتي كرد ولي ميجي ساسكر يعني مأدوبيجي ساسكر تكولي مزيات الخوارني جنقو أسنا يعني مأدوبيجي ساسكر ضلين 20,000 ديناري تلا صرف كردو 20,000 أو بع أو زمان باريشي طوال طوال خير والله فتح الباري يشكلها دواوين إسلام. إيه مراتب الصحيح. مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم. باش. فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال إن للحديث الصحيح ثلاثة مراتب. فالمريض الصحيح سمرتبه بالنسبة لرجال إسناده ببي. بياوكان السندكي وهذه المراتب هي أعلى فأعلى مراتبه فأعلى مراتبه برستين مرتبه صحيح ما كان مرويا بإسنان من أصح الأسانيد بيشك لو سنداني خدمان بيشتر قطمان بلاي هندي العلماء أو صحيحتين سنة أقر بيشك لو سندان الروايات كلا أو برستين آستي الصحيحة مثلا كمالك عن نافع عن ابن عمر ودون ذلك رتبة مرتبه دون الصحيح أو أنا بيها وكان ين زور زور عالي زور ضابط وزور عادل بلان يشت أنا قال أستي وتشي أنا ما كان مرويا من طريق رجال هم أدنى من رجال الإسناد الأول كرواية حماد بن السلام رحمه الله هذا عالم من علماء الأمة عن ثابت يعني البناني ثابت بن أسلم البناني روى عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير صال الصدوق السحفتي يجري وفاتي كده بس صال ولا زمان يسكر ما عادش كده بصا يعني يشكل لأنس كري مالك ذا أوش هي مهندس دعيم الرجال ذا رواية الرابية كفر مدى ليش رجالته ضعيفة بلا موهو من أثبت الناس عن فلان أما كلا فلان هو دجرته وبابا بصا لكن أبوه كس شان لشان على لفر مدى فلان كس ذا ثابت مناني بياج صحيح بياج عادل وضابطة بلا من أثبت الناس في أنس بن مالك كساو سندا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك سند زور به والله الله ينال عن مالك عن نافع عن ابن عمر دون ذلك مرتبتان أو دون ذلك الرتبتان رتبين لوش كم ترى ما كان من رواية من تحققت فيهم أدنى ما يصدق عليه وصف الثقة بس متبانة بكره طب بس متبانة بكره يعني لو الشقراء الشورتر بيه لو بيخواري ديت حسن لو بيخواري ديت حسن صحيح وطوى يعني بون هنا نائب نوتي بين نائب هنا نوتي هنا بيته هشتاونو يكتوز بيته خوارتر بيته very good كرواية سهيل بن أبي صالح مثلا رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه يعني لأبي صالح ولا أبو هريرة ويلتحق بهذه التفاصيل تقسيم الحديث الصحيح إلى سبع مراتب أو زار حديث صحيح هنا حول مرتبة برسين مرتبي صحيح مهندس ما اتفق عليه البخاري ومسلم بخاري مسلم اتفاق يعني السريك كظلم متفق عليه يعني شو روايات ينكره البخاري مسلم روايات ينكره أو برسين بلي صحيح ثم من فرض به البخاري باش أوه مرتبه بين اخوات كان فرمودان وفرمودان ك بخاري رواياتي كردو ومسلم رواياتي نكردو في وردو ده بيس دور شران ما مني تيجي شي ثم من فرض به البخاري يعني شي البخاري آه. ثم من فرض به مسلم او مسلم ده بخاري رواياتي نكردو ثم ما كان على شرطهما ولم يخرجاه جزاك الله خيرا فعشان أو إلى سر شرط بخاري مسلمة حقيقة مهم رواياتي أنا كده
زي سباسي وش ذكين شرطي أو تي شرطي بخاري مسلم شرطي بخاري مسلم ثم زين شرطي بخاري مسلم كذي ثم ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه تيجي إيش دي أول شرط البخاري هو الروايتين ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه مسلم الروايتين يقول والله مثلا شرط مسلم والله شرط صار شرط بخاريني ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة وجاءوا فرمود الصحيحانك للا غيري أو هن هي فإنه صحيح كان ديك صحيح أبي وليس الشرط بخاري مسلم تقول شرط بخاري مسلم بخاري مسلم صحيح تريني صحيح تريني كان يعني أنا أوى أتخيلنا أنت فهم مرزني أو بخاري مسلم الروايات يعني نكر للدروشة أمان الشرط زور تندادني ثم ما صح عند غيرهما من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان مما لم يكن على شرطهما أو على شرط واحد منهما نلس الشرط بخاري مسلم هاردو كان نلس الشرط يشيشيانا شرط الشيخين باش شرط الشيخان شرط بخاري مسلم تسير لم يفصح الشيخان عن شرط شرطاه أو عيناه زيادة على الشروط المتفق عليها في الصحيح بفصيحي يعني بروني بخاري مسلم نهاتون هندي الشرط دان ولا بيزقلوا الشرطي بين الشرطي وصحيح خدمان إما أو شرطه وشرطه جدادني خويا أنا أولا بازنا كربو لكن الباحثين من العلماء والله مليك والله رواني نوزانان ظهر لهم من التتبع والاستقراء دواي بدواناتون أوام بودر كرتوا دواي بدواناتون يعني لأساليبهما بأسلوب أوام كرتوا ما ظنه كل منهم أنه شرطهم تما شاهم كرتوا وكوي بخاري لسريك نسق إجدك مسلم نسن نسق يا رجل تعبت إجدك هندي فعل يعني ليه دوبارة نبيته مهندس نزاني بونا ملون وكوي تسرج متابعية شكا لزانكوكا ببيدة تيتو مال يسا قرين قوية لزانكو برواتو مال صحيح بيوانيا والله عمد مش هذا كان فلان كاس او اندي متابعة ده كان دزانم او الرقاء فلان كاس او مال او الرقاء فلان شو نزاني والله او اندي متابعة كنت مش هاتم بزوري بو الرقاء نزتو مال كابراش او اندي تمشي السنة لقاني بخاري مستمي كردوا تقتي داو بخاري عندي شرطي هي عندي شدادني ريق دادني سام منو تود حتى أنا هرت عندهم شيء بخاري مسلم كي والله يبغون عندنا ناكي طبعا أو عندنا قال إيش ياوا نهلا زاني بخاري خوي شو أنا قلت بيت شو أنا كتبته شو أنا كتبته وأحسن ما قيل في ذلك شو أنت ترين شد درباري شرط بخاري مسلم قلت رابط أن المراد بالشرط الشيخين أو أحدهما أن يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين كاكا بياو كانيان يعني تقريبا كضلين او فرموديل لسر شرطي بخارية يعني او بياواني تسندك او بياواني فرمودك دا جرنو او بياواني همو يعني او بخاري دا هاتو مرزني بو تسلسلة مرزني بو تسلسلة والله مناي او بياواني همو لبخاري دا هاي يعني او بخاري سيخي او بياواني بلا مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم بلا مواند زوها عند آسانين لبوبي أما نستكم نسبنا ناو بخاري بياوكا بخاري هم لبردك حال بياوكا ما بلا أوا فلان كذا بخاري يا هي إيه فلان كذا بخاري يا هي إيه فلان كذا بخاري يا هي إيه لا الحمد لله أوا أوا على شرط الشيخين نعم بو تمام شهادة كام بخاري للشعبو ده جرته بخاري للشعبو ده جرته باش بخاري بو نمونا لا زهري شو ده جرته بخاري للشعبو ده جرته بو او نمونيع نك بواقعي بي او نمونيع بس نمونيع فقط بس بو تصوري مسألة كام بخاري للشعبو ده جرته ارى والله لا زهري شو ده جرته ارى والله لدري ببينم شعبة عن الزهري هندا سن يبغم شعبة عن الزهري على شرط الشيخ تما شابكم بزانم قد هو بخاري شعبة عن الزهري بجرته يعني إلا لشعب شعبة عن فلان لكسك وده جرته غير الزهرية بو كزهري شعبة متمانة بكرة ولا ده الشيخ نقل الزهري بو قد بخاري بو نمونا أو الناظر قد ناظر شعبة عن الزهري
كو بلاي والله شعبة بدمانة بكره والله من الزهرية ونا شعبة لاي زهري ضعيفة لذيش فلان وفلان وفلان شو بوين هم روايات كان يعني شعبته مشاكة لو شيخانه وده جرته قد الزهري ونا جرته تولى دري ببيني بلاي شعبة عن الزهري ببياني أوي أو دو الرجل أو دو بيا وهاد ولنا صحيح بخاري بلاي على شرط الشيخين على شرط البخاري غلط بردو تينقش فيه الشرط جاء أو بس ذكري دبيت بكي شعبة بيني ما عندي شعبة بيني حامو أو شيخاني بخاري كوشعبي دانا شعبة عن فلان زانين بخاري متماني بشعبي يا شعبة دخات أنا وصحيح بخاري لريتن شيخه كهمو يعني ضريس كرت أو ذا شعبة عن فلان ديت بس هو بشت تحقيق كده أدي شيخه كي شعبة زين لشيء لجرتوا هادو كان أنا وصحيح بخاري هن بخاري والطريقة لجرتوا أهلوزة ها كره كاري عوازيني هرزا الحمد لله ما نوصل لما نبينا والله يكفي النبي يا صلى الله عليه وسلم ندقي شد اسمه والله من سر أنا زاني تطلع در زاد زاني مهندس دزاني وقتي قال رش باس يروح سبيدة كا يك هاتوا قاضي الرباط يشتري برك دور ريشي باك باك تاشو طبعا طعن لو نادم بس لقب ما هو الرباطي ده بنا بس كا ها سر شكل يعني علوم شرعي بحياتي لو أنا صالة علوم شرعي نخلني طلع كاكا أنفر مدبالة مخارج ده يعني مخالفة هي لقى القرآن أنا بس يعني تقول القرآن باشر تيجي يجدوي يا بخاري عقلي توقورة ترى يا بخاري كنا والله بس مرة مشاكل بخاري شيء كردو أو زه وأنا داش بزعل من بيك إني قصدي ذكري بس سبحان الله ما شاء الله بكي يقينا بودر ذكي والتصديقي وآتي إنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له لحافظ هيد مجالك ثانية هيد مجالك ثانية أزه سبحان الله هذا والله هذا الله لك العقلنا كنت كنت و يكبستي بتقامتي بخاري حقيقي يعني زور مشكلة مهندس إمام نالين بخاري معصوم نا بشر يا كم قصة مو بخاري بشرنيا يعني إمكانية وياه الله يكبروني إذا نامش بشر إمكانيتي وياه غلط إمكانيتي غلط للا يتو زيادة ريال لا بخاري ولا لا يتو ده مو معلوم طبعا مفروض وياه يجي رخنا لبخاري بقري كتوز الرئ وياه بمسيلة منزسي بخاري ليش خيلنا كلا منزسي بخاري يوانيا متو توز شيء بس يوم السلام كين بقول تر خال لا حول ولا قوة إلا بالله أو جام أو بيامي تلعب ويا مش هرباز وخوان اللي نبي تشي خل إسلام فحكورة أوه إيش تعز أو يا دلالة هرت الإنسان بخيني زهلي خو زيادة الودر ذاك إيه إذا لو أنا ما بيشتري والله المحل عسان عرف صحيح وعرف ضعيفه يعني بما إنه أتصدع عسان بوا جاء الباني تي كده الباني دانش هو بدك فرم ذاك بس نتيجتي صحيح شعي برا أوتي كده بس نتيجتي صحيح اللي غيري وهو يوندها سن وانيا معنى قولي متفق عليه كضي متفق عليه يعني تي إذا قال علماء الحديث عن حديث متفق عليه فمرادهم اتفاق الشيخين أي اتفاق الشيخين على صحته لا اتفاق الأمة مسبانوني هم أمة اتفاقية والله ابن الصلاح رحمة الله عليه بدلتي دلل لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه فقلت لي اتفاقي بخاري مسلم أمتي شي اتفاقي لقل اتفاقي أوان داي نقبة مهنز نقبة شورانا نقبة شوان كوتني شورانا دواي بخاري مسلم أوهم عالمها تو دو بارا هرشي بخاري مسلم كردوانا بيلا سنته نوكو غلط يانك داركو توكاك أمانا لمسا بينا هو بلاش نبو بخاري مسلم لو قول راحت حافظي قوري وكو دار قطني فيما قلت دار قطني حافظ الدنيا في الدنيا هاتو ورد بخاري هلوشان بوتو صحيح بخاري هلوشان بوتو هاتو شبه نمي كتون دماتا هلوشانو هاتي برغيشتا مستويتيو طيب قلع صرق بخاري دلي كمبيتر يبرا الصحابة ناكا سوار فرمودة نبي اوش دار قطني نيوتو ضعيفة ضلع من نقيش نواما النتيجة نحسن سوار فرمودة لنا وشوار هذا أعبابي مكرر لنا وشوار هذا شوار هذا هيش هذا النوكو قدوم دار قدوم هيش هذا
بعض العلماء ردي دار قطنشي داوتون الشيخ بس تخوش طبعاً لوش دا بخاري مسلم هلا ينك بخاري هلا ينك مسلم مش أخيرين إستا تقريبا دوفر مودي للسرب توزي كان هي النوع صحيح مسلم بس دوفر مودي بس دود أنا أبيش نقط عن ضعيفة وإنما لما سكت دار قطني هش دفر مودي للدلالة هش دفر مودش لمسلم أم بموايا مسلم نواني بيكع ما بدو أتري تر ورد ورد إستا إشكال لسه دوفر مودي صحيح مسلم هي الله أعلم هني إيش طبعاً تعرف برح الله أنا وتفصيل إستا كاريا من هذا بس مو أمد اتفاق اللي قال اتفاقي أنا نكتش يراه وإنما دعيلي كولينو وما عندك كون أنا راسي دلهم هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزاً يا عزيز مشهور ما نخل هني العلماء سألنا يهندين شرط إيه هذا أنا غريب قد صحيح نبي بل هني هو ذبح عزيز بي يا مشهور بي اشتواه القول الصحيح قولي راس صي راس أوي أنه لا يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزا وما غريب قد صحيح نبي بمعنى يكون له إسنادان يان أكثر لأنه يوجد في الصحيحين وغيرهما أحاديث صحيحة وهي غريبة واشترط بعض العلماء ذلك هند العلماء ظلن صحيح دبلايكم ودبع عزيز فيه دو كزبي جرت ولا الطبقين كأبي علي الجبائي المعتزلي وهو أبو علي معتزلي والحاكم وقولهم هذا خلاف ما اتفقت عليه أو قولا صور صحيح ما أمدى بزمي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله.